أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولكم التحية مع كلام مبروك وبوابة أخبار اليوم وضرورة الأخذ بالأسباب. شوف، عندما حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن ذي القرنين قال: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وما خلق الله السبب لنتفرج عليه، ولكن لا بد منه. اللي عايز أقوله إن ترك الأسباب معصية، ترك الأسباب معصية، ترك الأسباب معصية، والأخذ بها واجب، ولا بد لمن يأخذ بها أن ينظر هذا النظر الذي ينبغي أن يأخذ به، هذا النظر الذي ينبغي أن يأخذ به ينبغي أن يصاحبه معنى حقيقي للتوكل على الله، الذي هو أخذ بالسبب وعدم الافتتان به. إذن لدينا معادلات: معادلة ترك الأسباب بالكلية، ده بقى خد منه ما تشاء بقى من نزعات بقى، يعني إيه السبب ده وإيه يعمل السبب وربنا فوق الكل، واضرب الأسباب واخبطها في الحيطة ودوسها على رجليك وبتاع، كل ده دجل. الفتنة بالأسباب والأخذ بها بالكلية، وده عين الدجل والكفر. إن واحد يقول يا جوحة، ما عندناش جوحة والله، شخصية وهمية افتراضية. يا جوحة أنت رايح فين؟ قال رايح أجيب حمار من السوق. قول إن شاء الله يا جوحة. وقول إن شاء الله ليه؟ الحمار في السوق والفلوس في جيبي. لما ضاعت الفلوس قال رايح أجيب حمار إن شاء الله. هذا مثال للعجزة، للفشلة، للجحود، للكفرة. فتنة بالأسباب، وإن ما فيش غيرها ده مذهب الكافرين. إن هي إلا حياتنا الدنيا، يبقى أكلنا وشربنا ونومنا وجوازنا وخلفتنا، وفي الآخر موت ولا بعث ولا حساب. أخذ بالأسباب مع الاعتماد على أن الله فوقها، ده مذهب العلماء والمؤمنين، والمؤمنون كلهم علماء. أسأل الله أن يبارك في أسبابنا وأن تنجح أسبابنا في حل قضايانا وفي حل مشكلاتنا، وحتى ألقاكم وبوابة الأخبار وكلام مبروك لكم من كل خير. Wow.